لتنفيذ ركلة الجزاء لصالح ضمك. شكري الحنفوش أعطى الإذن وزيلا ياو ضمك يا بلاي بتمريرة باتجاه ماتيوس بيريرا. بيريرا يلعب كرة ومحاولة التقدم من اليسار ثم العرضية إلى منطقة الجزاء والرأسية الكرة تبقى داخل المنطقة والتسديد جديد في الجهة اليمنى سعود يلعب عرضية والرأسية وترجع لدلقادو التسديد إلى باريغا لعب كرة في الجهات اليمين إلى سعود عبد الحميد سعود الانطلاقة من سعود ما زالت الكرة معه في الجهة اليمنى